الحقيقه اللي عملته الدوله في القضاء على العشوائيات انجاز ضخم، خلونا نتفق يعني، وحاجه تدرس للدنيا كلها. احنا قضينا على العشوائيات الخطر الاول، بعد كده بنقضي على العشوائيات، والهم ان احنا بننقل الناس لمساكن متميزه في اماكن متميزه، نقدر نقول كومباوند. شفنا ده في القاهره، في اسكندريه، في اماكن كتيره، ومنها طبعا مشروع بشائر الخير في اسكندريه. الدوله بتوفر في الاماكن دي كل حاجه، المدارس والمستشفيات والجامع والكنيسه والملاعب، لكن كمان المجتمع المدني، احنا كمجتمع علينا دور في ان احنا نساعد الدوله، في ان احنا نساعد الدوله ان احنا ناهل اطفالنا وشبابنا انهم يتعاملوا مع الحياه الجديده ومع بيئتهم الجديده ويبقوا صالحين للمستقبل. شفنا تجربه كويسه ومتميزه الحقيقه في بشائر الخير في اسكندريه، بدايتها الدكتوره مروه زكي الاستاذ بكليه الفنون الجميله جامعه اسكندريه مع مشروع يلا نبدع. يا دكتوره اهلا بيك، منورانا، كلمينا عن يلا نبدع. يلا نبدع حاجه جميله تعاونت فيها فعلا زي ما حضرتك قلت المجتمع المدني والافراد والدوله لهدف انا شايفاه هدف جميل، وهو الهدف اللي المفروض مصر ماشيه عليه في فكره بناء الانسان، مش بس بيبنوا المدن وبنبني الطرق والكباري، صحيح، لكن البني ادمين كمان، واولى الناس بدول هم النشء ونشأ الفئه اللي هم محتاجين لده اكتر حاجه، رفع وعيهم بشكل عام، الجمال يكون جزء من ثقافتهم وحياتهم. طب نعمل ده ازاي؟ كانت فكره يلا نبدع متمركزه حوالين الشقين دول، الثقافه والوعي وزرع قيم الجمال والفن عشان ترتقي بالبني ادم. ده من وجهه نظري اللي انا قدمتها من خلال فكره مشروع تنموي خاص باطفال ونشأ مدينه بشائر الخير، مدينتي في اسكندريه، وده كان من اعجابي بالطفره اللي حصلت من 2020. مشروع بشائر الخير مشروع ممتد في مناطق كتيره جدا، صحيح، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وممتد لحد تسعه في البحيره، وبدا يخش في محافظات ثانيه. فيعني وضعي كأكاديمية بدأت أشتغل أجمع معلومات وأشوف المشكلة فين، طب نعالجها إزاي، في موضوع عايز إنوفيشن شوية ابتكارية. فلقيت إن أنا محتاجة استحوذ على أفكار أطفال والنشأ المدينة بطريقة تبسطهم وتجذبهم، إن أنا أحط فيهم شوية قيم، شوية معرفة، شوية وعي من أكتر من فئة أو موضوع شايفة أن هم يخصوا كل طفلة أو كل إنسان مفروض يوصل لمرحلة حلوة في حياته، مش بس الأطفال دول، ودول محتاجين أكتر. فأنشأت في الآخر فكرة برنامج شبه برنامج تأهيلي بيجمع بين الاثنين، الوعي والثقافة والفن، بحيث أن الأطفال والنشأ يخشوه يستمتعوا بوقتهم، تتطور شخصيتهم، يعرفهم معلومات، استحوذ على تفكيرهم بدل ما حد تاني ممكن يستحوذ عليه في فترة ما يعني. فحبيت بقى أدمج كل ده في فكرة معينة تقدمت بيها لإدارة مدينة بشائر الخير. ده كان امتى يا دكتور؟ كان الكلام ده بدأت الفكرة معايا في بداية سنة 2020، كنا ساعتها في تقريبا في فترة الكورونا. كنت أنا دايما بمر على المدينة والطرق اللي كانت بتتعمل وقتها، في مشروع كبير جدا اسمه محور المحمودية، لو الرئيس كان افتتح مرحلتين منه في الفترة اللي فاتت، فأنا عارفة الأماكن دي كان شكلها إيه ووصلت لإيه، وده إعجابي بيها. حسيت إن إحنا لازم نعمل حاجة يعني علشان كمان نساعد، لأن مجرد ما هم ينتقلوا للمساكن ده مش معناه انتهاء المشكلة. كتبت الأفكار دي ونسقتها بحيث أنه هو يكون بروجكت كامل بأهداف ومخرجات، وإزاي ممكن المواضيع المقترحة اللي ممكن نشتغل عليها، ورعيت التنوع، حاجات لي علاقة بالقيم والسلوكيات، حاجات لي علاقة بالهوية، حاجات لي علاقة بتوسعة الأفق بشكل عام بمصطلحات وموضوعات ممكن الولاد يشوفوها في التلفزيون، يشوفوا الحقيقة يعني، يتعرفوا على الحقائق اللي حواليهم، بحيث ان هم يكونوا شوية منفصلين عن اسلوب تفكير بعض الاسر اللي كانت ساكنة، فيبقوا الاولاد نفسهم بشكل فردي. احنا بس مش بنقلل من العشوائيات، احنا بنودع العشوائيات، مش مساكن بس وكمان افكار. بالظبط، وده بالنسبة لي أنا الأهم كفرد، شايفة أن أسلوب التفكير هو اللي بيوصل للبني آدم من نقطة ألف لنقطة أعلى نقطة ممكن يوصل لها حتى لو كانت بيئته بسيطة. طبعا. فتقدمت لما قدمت الفكرة كنت لوحدك ولا كان في ناس بتشتغل معك؟ في البداية يعني أنا قعدت أفكر في الفكرة دي مدة تقريبا 6 شهور،
عشان ست شهور. ازاي اقدر اعمل ده؟ ازاي اقدر اعمل ده؟ ما كانش عندي معرفه باي ممكن اتقدم لمين، حتى ما كنتش عارفه ان منطقه بشار الخير تعتبر مش تتبع لمحافظه اسكندريه، هي بتتبع المنطقة الشمالية العسكرية لان ده يعتبر احد مشاريعهم. تقدمت فعلا بعد ما عرفت المعلومة دي، قلت طب اوكي انا هقوم بان انا بالمبادرة مني واشوف ايه النتيجة ممكن تكون ايه. فتقدمت فعلا لنائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهو اللواء احمد علي العزازي، في الوقت ده هو اللي كان متولي مشروع بشار الخير في اسكندرية ومحور المحمودية، وهو حاليا رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقعد معايا بصراحة وقعد يتكلم معايا في حاجات كتير تخص المدينة ويسمع اللي انا بتكلم بتكلم فيه وانا عايزة اعمل ايه. واحنا قاعدين في المكتب بدأت كل حاجة تتحرك، يرتب لي ان احنا هنعمل ايه والموضوع هيمشي ازاي. اشتغلنا على طول احنا وانا قاعده، يعني احنا قعدنا مع بعض تقريبا فتره زمنيه بنشرح وبنتكلم. وانس ان هو اقتنع بالفكره وحس ان ممكن الموضوع ده فعلا يكون مفيد بالنسبه للولاد، وده كان حاجه بالنسبه لي انبهرت بيها بصراحه، لان مرونه التفكير انه عندهم رغبه فعلا حقيقيه ان الموضوع يتغير من كذا جانب مش من جانب ده بس، وايمانه كمان ان الفن ممكن يساعد، ده كان برضه بالنسبه لي مفاجاه جميله. ف واحنا قاعدين في المكتب على طول بدا ينسق لي ويرتب كل المتطلبات الاساسيه اللي تخلينا نشتغل البرنامج. لاحق ذلك بعد ما اخذنا يعتبر التصديق او الموافقه وبدايه تنفيذ الشغل ان احنا وكونا طبعا فريق عمل في تخصصات فنيه مختلفه وبدانا نبتدي نشتغل من البرنامج. طلبه الجامعه ولا خريجين من الجامعه، ناس متخصصه، يعني التيم بتاعنا كان بيجمع من تخصصات فنيه مختلفه، كاننا كلنا كنا اكاديميه فنون صغيره، بحيث ان كل واحد مش بس ان احنا بندرس القيم والوعي كجزء من المحاضرات اللي احنا بنديها، لكن في نفس اليوم بنطبق على نفس الموضوع بعمل فني تشكيلي، فن تشكيلي، فبعلمهم كمان فكره الفن ان هم يكونوا كمان مستمتعين، وفي نفس الوقت حته العداله الاجتماعيه ان بعض الاولاد بيكون عندهم فرصه من اسرهم ان هم تقدم لهم اكتيفيتيز او انشطه خارج اطار المدرسه. احنا بدانا نشتغل من امتى؟ احنا بدانا نشتغل من ديسمبر 2020. الاهالي والاطفال تقبلوا اول ما بداتوا تشتغلوا؟ في البدايه احنا كانت اداره مدينه بشار الخير نفسها كانت مهتمه بالموضوع ان هي تنفذه على احسن صوره، يعني جت تكليف ان المشروع يبتدي وان احنا ننفذ، وكانوا متعاونين معنا جدا. بدانا ان هم يتكلموا مع الاهالي والاسر ان في حاجه اضافيه ويخش الاولاد. احنا جمعيه رجال الاعمال شريك داعم وممول، من خلالهم وفرنا كل الخامات والامكانيات اللي تكون مبهره لاي طفل او اي نشأ ان هو يقدر يشوف خامات احنا بنقدم لهم، مش بس فكره المتطلبات الاساسيه اللي ممكن ياخدها في اي كورس، لا انا بخليه عندي كتجربه كانه طالب جامعه بس على صغير، بدي له خامات ومش مجرد ورقه وقلم، اخشاب ومعادن وازاز والوان اكريليك والوان زجاج، يعني بخليهم يعيشوا تجربه ممتعه بحيث ان هم يتعلقوا بينا فيحبوا يجونا. فعملنا التجربة بالشكل ده. فطبعا يعتبر الماركتينج بتاعنا كان عن طريق حلقة الوصل إدارة المدينة مع الأولاد. ثقتهم في إدارة المدينة خلت الأطفال والأسر نفسها بتسيب ولادها وييجوا. بدأت الأولاد لما بيخشوا بيشوفوا التجربة معينا بنسبة كبيرة جدا، طبعا مش كل الأولاد ممكن يكونوا بيحبوا الفن، بس من نسبة احنا وصلنا في نقطة معينة ان احنا بنعاني من كثافة الأعداد في فترة معينة، ان احنا مش قادرين نلاحق في فتره ما. فالحمد لله لا كان في استجابه وكان في حب، واحنا كمان عاملين البروجرام يعني مراعين في كل الجوانب بنقدم لهم. الفتره الزمنيه للبرنامج تقريبا احنا قدينا المرحله الاولى، احنا دلوقتي بنشتغل في المرحله الثانيه. المرحله الاولى خدت قد ايه؟ سنتين. كم طفل استفاد منه؟ احنا تقريبا في اطار 600 طفل وطفله من ولاد مدينة بشار الخير خدوا معنا التجربة ودخلوا. كنا بناخدوا مجموعة مجموعة يقعدوا معنا مدة الكورس شهرين كاملين، يخشوا ياخدوا الكورس يتخرجوا ناخد مجموعة جديدة وهكذا وهكذا وهكذا. ده مدة سنتين اشتغلنا في صمت تام لحد ما وصلنا النتيجة وعملنا تيست للتجربة دي هي نجحت أو لا، وختمنا في 1/9/2022
في حفل، عملنا مراسم حفل في متحف الفنون الجميلة، ودي مؤسسة عريقة في اسكندرية، وعملنا حفل ختام وافتتاح معرض، حضروا ممثلين من الجهات الداعمة من جمعية رجال الأعمال، باشمهندس محمد هنو، وقيادات من المنطقة الشمالية العسكرية، وفنانين وأعضاء هيئة التدريس بيشوفوا التجربة. افتتحنا المعرض وكرمنا 20 ولد وبنت متميزين في التفكير والإبداع مع بعض، وكانت دي بداية أو نهاية التجربة في مرحلتها الأولى، وبعدين بدأنا المرحلة الثانية مع نفس الأطفال ولا مع أطفال تانيين؟ لا طبعا تانين. احنا بنبتدي بأطفال تانيين، بس طورنا بقى الفكرة ووسعناها. بدأنا بقى في المرحلة الثانية نستفيد من التجربة الأولانية ونضيف عليها. فالمرحلة الثانية عندنا بدأنا نشوف ان احنا محتاجين اولا نرعى المتميزين اللي ظهروا معنا من المرحلة الأولى، فبدأنا نحط لهم برنامج لرعاية المتميزين. تمام. ده الأول. وبرنامج الأطفال استمر، وفصلنا بقى كمان برنامج للنشأ، وكل برنامج فيهم بيدرس حاجات معينة أو بنهتم بحاجات معينة، بلس إن إحنا استهدفنا كمان يعني بندرس إيه تقريبا؟ يعني مثلا الأطفال أنا بشتغل على موضوعات تخصهم بشكل أكبر تناسب الفئة دي. يعني مثلا إحنا بشوف مثلا الطفل عندي فكرة، بناخد محور من المحاور فكرة تقبل الآخر وعدم التنمر والاحترام، دي واحدة من الحاجات بتاعة الأطفال. النشأ بنبص مثلا على موضوع إدمان بنتكلم فيه، بنبتدي مثلا أطفال بنتكلم برضو على فكرة التغذية والهايجين، ده جزء يعني المحاضرات عندنا متنوعة، مقسمينها حاجات ليها العلاقة بالسلوك، وحاجات ليها علاقة بالتعريف ببعض الحاجات اللي حواليهم زي بعض مشروعات الدولة، مؤتمر الاقتصادي مثلا. تمام. لما جه بدأنا نقول طب مصر واخده انا اسفه المؤتمر كوب 27، فهم ماشي انتوا بتسمعوا كوب 27، ايه كوب 27؟ فبدأنا نشرح طب يعني ايه تنمية مستدامة، بدأنا نشرح بشكل مبسط طيب مصر عملت ايه قبل ما تخش الكوب 27. فبدأنا مثلا نتكلم عن مشروع بنبان على انه اكبر محطة طاقة نظيفة بتتعمل في العالم، فابتدوا كمان هم يعرفوا ان هم يخرجوا بره اسوار المدينة، يفهموا البلد بتعمل ايه عشان ما يصدقوش يشوفوا بعينيهم. يعني واحدة من الحاجات اللي احنا ان شاء الله بنشتغل عليها ان احنا برنامج رعاية المتميزين فيه زيارات خارجية كمان، يشوفوا حاجات في الدولة تم تنفيذها فعليا علشان هم يكونوا حلقة وصل في المدرسة. الاطفال دول في سن كام يا دكتور؟ احنا بنبتدي من سن 7 سنين لحد 16 سنة تقريبا. المتميزين اخترتوهم بناء على ايه؟ من خلال واحنا شغالين معاهم في الورش اللي بنشتغل عليها، بيبتدي يظهر معايا في النقاش، احنا بنيجي بنبتدي اليوم بتاعنا احنا بنعرض لهم مادة علمية الاول بسيطة يعني حسب السن اللي احنا شغالين عليه، وبعدين بنبتدي نتكلم معاهم، بعمل معاهم حوار او بنعمل معاهم حوار، اللي انا بسمعه ببتدي افهم هو وصل معاه ايه المعلومات، واسيبه اديه كمان مساحه الحوار هو كمان يرد عليا، ونصلح بقى الافكار مع بعض. فمن خلال ده بيبتدي يبان معايا في ناس، بلاقي ان في تطور بيحصل في افكارها واسلوب ردها وكلامه، بحس ان وعيه كويس، بلس مشاريعه الفنيه للجزء الفني اللي هو بيقوم بيه، لما بلاقي ان هو في ناس فعلا في فنانين صغار محتاجين حد بس يحطهم على التراك الصح، يعني مصر بلد الفنانين. صحيح. الفكرة دي ممكن نشوفها في أماكن تانية غير بشار الخير؟ وليه لا، احنا عندنا الحمد لله نموذج مكتمل بكل جوانبه، سواء جاهز ان احنا نطبقه الإدارية او الفنية، واختبرناه ونهينا مرحلة منه وبنطوره بفضل الله مستمرين فيه، ولسه إن شاء الله. الفترة الجاية يعني هنبتدي كمان زيارات الخارجية لسه هتكون في إطار البدء إن شاء الله بإذن الله، المرحلة الثانية كمان تكمل وتنجح. وأنا شاكر ليك دكتورة مروة زكا على تشريفك وعلى مجهودك الحقيقة. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا. الحقيقة حاجة تفرح، وإن احنا نساعد ولادنا إنهم يبدعوا ده جهد كويس قوي مطلوب، وكلنا مطلوب مننا إن احنا نعمل كده كمان. يعني اللي عملته الدكتورة مروة الحقيقة مطلوب مننا كل واحد يعمله، حتى لو في البيئة أو في المكان المحيط به. تصبحوا على خير، واستنونا الخميس الجاي في كلمة السر.